هنروح لخبر اخر له علاقه بكره اليد ناشئات النادي الاهلي مواليد 2006 استطعنا الفوز ببطوله كاس مصر الف مبروك يعني الحقيقه فريق بيضم عدد كبير جدا من المواهب الشابه اللي اكيد هيستعين بها الفريق الاول. الفوز ده جه بعد ما الفريق فاز على نادي 6 اكتوبر بنتيجه 26 20 واللي اتلعب على صاله طنطا المباراه دي يعني. طبعا الجيل ده زي ما قلت لحضراتكم في عدد كبير جدا من اللاعبات المميزات واللي بيستناهم مستقبل كبير مع الفريق الاول او حتى منتخب مصر واللي عايز اقوله انه لما بتلاقي الاعمار 16 سنه 17 سنه 18 سنه بشكل جيد في النادي الاهلي فانت بالشكل ده بتقدر تطمن على مستقبل كره اليد للسيدات في النادي الاهلي في ظل منافسه شديده يمكن دوري كره اليد للسيدات على خلاف دوري كره اليد للرجال في منافسه في اربع خمس فرق جامدين في النادي الاهلي في نادي الشمس في نادي الزمالك في نادي سبورتنج في هليوبلس في المعادي في فرق قويه وبنت نفسها بشكل جيد هذا الموسم ولكن في منافسه شرسه فانت النهارده لما تلاقي عندك جيل 2006 بيفوز بكاس مصر وبيتغلب على نادي 6 اكتوبر اللي هو مفروض في هذا السن فريق جيد لا ان شاء الله انت عندك مستقبل كويس ونتطمن بشكل كبير على اللاعبات والحاجه اللي تساعدنا ان منتخب مصر زي ما حداكم عارفين ان دوري السيدات واقف دلوقتي لان منتخب مصر للسيدات لكره اليد في معسكر ودي حاجه تبسطنا ان الحقيقه بطوله افريقيا انتهت في شهر نوفمبر اللي فات ولكن منتخب او الاتحاد المصري ما زال مستمر في دعم فريق السيدات كنا قعدنا 10 سنين او 11 سنه بدون منتخب سيدات ودي الحقيقه كانت حاجه يعني بتزعجنا بشده ان احنا عندنا فريق كبير في كره اليد الرجال والسيدات ما عندناش اللجنه اللي موجوده دلوقتي المؤقته والمسؤول على المنتخبات كابتن ايمن صلاح عملت على كده واشتغلت على ده انها ترجع فريق السيدات راحوا اول اشتراك في بطوله افريقيا اللي فاتت بعد اعداد يمكن اربع خمس شهور راحوا لم يوفقوا بشكل كبير يطلعوا لكاس عالم واحتلوا المركز السابع على ما اتذكر وبعدين قلت يمكن النتيجه دي ممكن تخلي الاتحاد يتردد او يتاخر شويه في استمرار دعم هذا الفريق ولكن لما عرفنا طبعا من خلال الاعلان والمركز الاعلامي لاتحاد كره اليد ان المعسكر او في معسكر لفريق منتخب مصر السيدات وما عندوش بطوله اتاكدنا ان هي واضح انها سياسه ما كانتش بطوله ولكن هي سياسه ماشي بيها الاتحاد عشان يرجع فريق السيدات مره اخرى لمنصات التتويج ومنها الى الى المحافل الدوليه الموضوع محتاج وقت 3 4 خمس سنين ما نزهقش وبالحقيقه بنحيي اتحاد كره اليد على هذا القرار